بوابة الحضارة، عنوان فيلم تسجيلي يرصد أبرز مجهودات وزارة النقل وتحديداً محطة قطارات صعيد مصر. الطريق بداية المشوار بيشكل معالم الازدهار. منظومة النقل هي الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر الاستراتيجية 2030. النقل عصب الحياة. قطاع النقل هو الجسر اللي عبرت بيه مصر لجمهورية جديدة بتنفيذ مئات المشروعات في مجالات الطرق والنقل والمواصلات. منظومة متكاملة رصدت لها الدولة 2 تريليون جنيه، والبداية كانت بمشروع مصر القومي لإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق بالإضافة للكباري والمحاور النيلية، ده غير الارتقاء بمعدلات أداء المواني البرية والبحرية والجافة والمناطق اللوجستية. واكتمل الحلم المصري بإطلاق عدد من الإنجازات في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وإنشاء شبكة من القطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر. وفي أواخر عام 2020 دارت عجلة الإنجاز لإنشاء محطة جديدة مخصصة لخدمة قطارات الوجه الإبلي، لتتحول الفكرة بسواعد وطنية لقفزة حضارية على طريق الأمل بإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، واللي اتبنت على مساحة 239 ألف متر مربع بما يعادل 57 فدان، يعني 4 أضعاف مساحة محطة مصر الحالية. وتقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وبتشكل منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية أسوان، الإسكندرية، إمبابة، المناشي، الأباري. موقع فريد يتميز بقربه الشديد من 4 شرايين رئيسية: محور الفريق كمال عامر، شارع السودان، ومحور 26 يوليو، شارع المطار، محور أحمد عرابي الجديد. محطة قطارات صعيد مصر نطاق هائل بيضم عشرات المنشآت، أولها مبنى المحطة الرئيسي الممتد على مساحة 31 ألف متر مربع، واللي بيتميز بالبهو الرئيسي الموجود فيه منطقة الهرم الزجاجي للمحطة اللي بيبلغ ارتفاعه 40 متر مستوحى من الحضارة الفرعونية. بيتكون المبنى الرئيسي من دور بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 سيارة ونفقين سيارات دخول وخروج بإجمالي 350 متر طولي باتجاه شارع السودان، ونفق للمشاة باتجاه شارع السودان بإجمالي 60 متر طولي لربط الشارع بجراج المحطة، بالإضافة إلى عدد 2 نفق دخول وخروج بطول 400 متر لكل نفق اتجاه محور الفريق كمال عامر، ونفق مشاة بطول 150 متر. وكمان بتشتمل المحطة على مبنى لدخول الأفراد من شارع السودان، ويوجد بالدور الثاني كوبري معدني بطول 54 متر للربط بين مبنى مدخل الأفراد جهة شارع السودان والمبنى الرئيسي للمحطة، وبيوجد بالكوبري 20 محل تجاري. كما يشمل المشروع 11 رصيف منها 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه الإبلي جهة شارع السودان، وعدد 4 أرصفة لخدمة ركاب خط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، وعدد 1 رصيف لخط البضائع. وتم ربط سكك الورشة بسكك المحطة بإجمالي أطوال 22 كيلومتر بعدد 89 مفتاح، وبتضم المحطة العملاقة ورشة لصيانة عربات القطارات بمساحة 18 ألف متر مربع. كما تم إنشاء جراج متعدد الطوابق يمتد على مساحة 8000 متر مربع، يتسع الجراج ل 1100 سيارة. تم إنشاء مسجد بجوار محطة القطارات يتسع لاستقبال ما يصل إلى 500 مصلي.
تم تصميم المحطة لتكون مكيفة الهواء على كافة طوابقها. كما تضم المحطة أيضاً 35 مصعد كهربائي، خصصنا واحد منه لذوي الاحتياجات الخاصة، و14 سلم متحرك، بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر. بتوفر المحطة 86 بوابة تذاكر إلكترونية و10 ماكينات إلكترونية لحجز التذاكر TVM. كما تضم المحطة أيضاً 1200 كاميرا مراقبة، مع 14 بوابة أمنية مجهزة بتقنية الأشعة السينية لفحص الأشخاص والحقائب، ومول تجاري متكامل بتبلغ مساحته 60,000 متر مربع بإجمالي عدد 200 محل تجاري وعدد 30 كشك. محطة قطارات صعيد مصر محطة ذكية تبادلية عملاقة بطابع فرعوني، مركزاً حضارياً متكاملاً يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا لتلبية احتياجات المسافرين وتعزيز تجربتهم، مع توفير خدمة واي فاي لكل الزائرين. وكل يوم على أرض مصر بسواعد ولادها بيتولد إنجاز جديد. محطة قطارات صعيد مصر، بوابة الحضارة. نقلة نوعية شهدها قطاع النقل في مصر في السنوات الأخيرة، حيث شهد القطاع إنجازات وقفزات متعددة، من أبرزها ما نشهده اليوم من افتتاح أكبر محطة قطارات صعيد مصر. والآن مع كلمة سيادة الوزير، الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فليتفضل.